بنرحب بالناقد الرياضي وزميلنا العزيز محمد ديك. مساء الخير يا محمد، مساء الخير يا كابتن، منورني يا حبيبي. وسعيد جدا ان انا موجود مع حضرتك المره الله الثانيه ان يخليك، شاء الله انا في اسعد الاستوديو، وربنا ان شاء الله يكرمنا ان شاء الله النهارده ونحقق نتيجه ايجابيه ان شاء الله يا ونكون رب. ان الماتش شاء حليف الله النادي الاهلي ان شاء الله. يا رب باذن الله رب العالمين. قول لي بقى، الصحافه قالت ايه عن الماتش؟ بص يا كابتن، خلينا برضه متفقين ناخد من كلام حضرتك في الانترو ان الاهلي دايما هو البطل، وان فكره ان العقده او حاجات اللي زي كده كنا اتكلمنا قبل كده برضه، ان الناس كانت تتكلم على عقده شمال افريقيا والنادي الاهلي بالظبط، كسر القصه بتاعت شمال افريقيا، وكذا مره شفنا النادي الاهلي والمنتخب متوج لو تفتكر بطولات كمان. والمنتخبات، يعني هو كان العقده بتاعت الاهلي والمنتخبات او الانديه المصريه والمنتخبات المنتخب بالظبط، قصه شمال افريقيا. مظبوط. وبرضه نتذكر ان اول بطوله حققها النادي الاهلي في افريقيا خدها من كوتوكو، اللي هو كان بعبع افريقيا مظبوط، حقيقي. في وزي ما كوماسي. حضرتك كمان بالظبط، وزي ما حضرتك اتكلمت، كانت الاجواء اصعب سواء صح في السفر لمده 18 او 19 ساعه، صح بالاضافه كمان للجمهور المستفز نفسه في الفندق. صح طبعا الاجواء دلوقتي ما بتحصلش اخف والحكام شويه كمان. بالتحكيم طبعا، يعني صحيح ما كلنا شفنا في البطوله بتاعت 87 لما الحكم طلع مطوه للكابتن ايوه، مجدي عبد مجدي الغني عبد في الماتش، الغني، مظبوط. فلا يعني القصه بتاعت العوده والحاجات اللي زي كده اصبحت موضه مش لطيفه ومش مع صحيح النادي الاهلي. صحيح، وبرضه زي ما قلت حضرتك، هي القصه كلها مباراه بين 11 لاعب و11 لاعب جوه ارض الملعب، مظبوط. وبتختلف زي ما حضرتك قلت الاجواء نفسها، سواء الاجواء لو كانت اجواء رياضيه ومنافس شريف هتبقى ند بند، صح، لكن فكره زي ما حضرتك قلت الاتحاد الافريقي او الشركه الايطاليه ترضخ لطلب فريق معين مظبوط. ترضيه لاحد الاشخاص المسؤولين عن النادي دوت، ايوه، دي اللي بحيث ممكن نتكلم فيها، بالظبط دي مظبوط، الحاجه اللي احنا ممكن نتكلم فيها، صح، ومن حق النادي الاهلي يقدم يعني اعتراض. اعتراض على الحاجه اللي زي كده. صحيح، فكره ان انا البطوله معروف جدولها الزمني من اول للاخر، مظبوط. فانت ليه دلوقتي بتقول ان مثلا هنعدل ماتشات فلان الفلاني او هعدل لحسب تقديرات الفريق مثلا بيحب يلعب في الاجواء دي؟ هي فدي من حق النادي الاهلي هو يتكلم فيها. وده على فكره خلى النادي الاهلي كمان يقدم طلب ان هو بالظبط يلعب الماتش بتاعه بالليل بدل بالظبط الظهر. بالظبط، من حق النادي الاهلي طالما انت فتحت المجال لاي حد يطلب طلب تغيير صحيح، الماتش او الملعب او التوقيت نفسه، صحيح، تبقى الامور انت كده مش فير لو ما مظبوط، حققتش العداله بين مظبوط. جميع الانديه. ندخل على الصحافه بقى. هو للاسف الصحافه المصريه النهارده يا كابتن بتتكلم برضو على تأصيل العقده، يعني برضو للاسف الصحافه المصريه على العكس من الجنوب افريقيه. جنوب افريقيا الصحف الجنوب افريقيه بشكل عام مديه النادي الاهلي وضعه واحترام بشكل لا تتخيله. طب نبدا بالمصري وخلينا نبدا بقى في في المصري، الايجابي بقى. خلينا بالظبط، في ننهي المصري، بيه. نبدا الاول في الاهرام. الاهرام اليوم الاهلي يواجه صن داونز في ذهاب نصف نهائي الدوري الافريقي، كولر يلجا للدفاع والاعتماد على المرتدات، ومقنية يطالب بحسم التاهل قبل العوده. خلينا يا كابتن نقف هنا شويه عند القصه بتاعت الاهرام. الاهرام ركزت على حرص الكابتن خالد الكابتن محمود الخطيب ان هو يتصل بالبعثه ويطمئن. اولا الحمد لله على السلامه الكابتن خالد بعد الكابتن بيبو بعد الرحله اللي كان رحله استشفاء في دبي، فنقول له الحمد لله على السلامه وان شاء الله تبقى كده يعني الاتصال دفعه قويه للفرقه ويقدموا بإذن النهارده الله، مستوى كويس ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. الخبر نفسه يا كابتن حتى بيقول لك ممكن يطالب بحسم التاهل قبل العوده، ان هو عارف ان هو هنا في ماتش القاهره هيبقى الاجواء صعبه عليه، مظبوط، وده بيدل على احترام المدرب بتاع صن داونز لفرقه النادي الاهلي. طب نخش بعد كده على الاخبار. كولر يحصن الدفاعات ويحفز الهجوم، اليوم الاهلي وصن داونز تار بايت. برضه فكره التار مش بايت عايز برضه اخدها كده مش انا. حلوه، بالظبط، لا يعني مش حلوه. بالظبط، شفنا فرق كبيره يا كابتن بتتهزم، منتخبات يعني مثلا منتخب البرازيل اتهزم من المانيا على ملعبه وسط مظبوط، جمهوره مظبوط، في كاس عالم، مش مثلا مش بطوله، مباراه مثلا مش كده. لا مش صح، بطوله انديه. صح، والدنيا ماتش بيتحسب ليه ثلاث نتائج، صح، فوز تعادل بالظبط، هزيمه، بالظبط. يعني الدنيا ما بتقفش. انت تعمل اللي عليك وبس، بالظبط، تتعادل بقى، تفوز تخسر، دي بتاعت ربنا. والفكره انك انت زي ما حضرتك بتقول قد يكون اليوم بتاعك دي اوف، طبعا مش يومك، بتحصل، بتحصل. يعني ولاد صح، الاهلي شفناها في ماتش سيمبا، في الماتشين ذهاب وعوده كان الشوط بعيد. الثاني، بالظبط الشوط الثاني كان في مشكله في قصه اهدار الفرص مظبوط، السهله، ولو حسبنا الفرص السهله لو حسبناها اهداف النتيجه ممكن مثلا تطلع مثلا في 20-0 او الماتشين. حاجه زي كده في ايوه، الماتشين. صحيح، في الجمهوريه في ذهاب نصف نهائي الدوري الافريقي الاهلي يسعى لكسر عقده ملعب صن داونز. برضو الصحافه مركزه على فكره العوده بتاعه الملعب. هو القصه كلها الاهلي اول بطوله خدها في القرن الجديد 2001 كان برضو في صن داونز قدام مظبوط، صن داونز، مظبوط، رحنا كسب تعادلنا هناك 1-1 صح، وهزمناهم هنا 3-1. فالماتش على شوطين، صحيح، شوط اول في جنوب افريقيا وشوط ثاني في القاهره، مظبوط. ففكره ان انا اوجه
الصحافه لحاجه مش ايجابيه، سلبيه بالظبط للاسف يعني. للاسف يعني دي حاجه مش حلوه بالنسبه للعيبه، وبعد كده مش لعيبه النادي الاهلي اللي يبقى عندها عقده. صحيح، يعني القصه كلها ماشي، لو اللي يكسبني هو هنا ملعبي بنتيجه كبيره، لا هو بيجي هنا برضه بيتهزم، ايوه، وفي الاول في الاخر ما بيكسبنيش مثلا في نهائي بطوله. صحيح، يعني النتيجه بتاعته مش مؤثره زي الحاجات اللي هي النتائج اللي هي تضاف لحاجات التاريخ احنا فقط. لو اتكلمنا على النهائيات الاربعه اللي فاتوا، النادي الاهلي دخل النهائيات الاربعه بالظبط جاب البطوله 3 مرات، كان فين سان داونز؟ بالظبط، مش ما ده موجود احنا سان بنتكلم داونز. فيه، هو بيهزمني مثلا او بيتغلب عليا مثلا، او النتيجه بتبقى في صالحه في دور مجموعات مثلا وبعد كده مش بيكمل. ايوه، يعني هو سان داونز ومش الفريق دايما على اصلا فكره، احنا بالظبط لو جبنا الارقام بعد كده هتلاقي ان في تساوي تقريبا، ده حتى النادي الاهلي متفوق في عدد مرات الفوز. بالظبط 5-4. بالظبط، القصه كلها لو احنا نحسبها ارقام، لا النادي الاهلي معدي كل الانديه الافريقيه بمراحل. بالظبط. نخش بعد كده على الشروق، برضو الشروق النهارده الاهلي يسعى لفك عقده سان داونز بريتوريا، كولر يبحث عن انتصار اول امام البرازيليين، وموكينيا يطمح لتاكيد تفوقه على الاحمر. كولر هيلعب الماتش الثالث النهارده قدام سان داونز، فبيبقى بالنسبه له ان شاء الله يبقى الانتصار الاول ان شاء الله. بإذن الله إن شاء الله. ناخد الوطن، صدام مبكر بين الاهلي وسان داونز، وكهربا يقود الهجوم. دول هنا يعني زمايلنا في الوطن بيتكلمين على ان كهربا ان شاء الله هو اللي هيبدا الماتش في خط الهجوم. الوطن معتدل يعني يعني بيتكلم ان اتكلم هو كويس. يعني ثلاث اربع سنين، اخر ثلاث اربع سنين سان صحيح داونز بالنسبه لنا حاجه ضيف اساسي معانا في دور المجموعات في افريقيا. صحيح، برضو اليوم السابع خد حته اللي حضرتك اتكلمت فيها، قصه العصر الثالثه عصرا، مع ان رغم ان زي حضرتك ما اتكلمت ماتشات افريقيا قبل كده كان كلها بتتلعب في ملاعب سيئه وفي توقيتات مظبوط. الساعه 1 الظهر و2 الظهر و3 العصر. صحيح، هنا برضو الدستور، الاهلي يسعى لفك عقده سان داونز في نصف النهائي، كولر يطالب لاعبيه بحسم الصعود. الخبر الايجابي ان هنا اداره القلعه الحمراء تطلب الساعه الكامله لاستاد القاهره في الاياب، أي واتمنى ان النادي الاهلي يحصل على الموافقات ويبقى ان شاء الله اللاعب رقم واحد زي ما هم هناك في سان داونز بيعتمد على صحيح. الجمهور بتاعهم، يكون برضو جمهور النادي الاهلي في ظهره. هما النهارده فاتحين الماتش مجانا مجانا للجماهير. مجانا. صحيح، يلا كوره يكشف كيف يفكر كولر لمواجهه سان داونز في الدوري الافريقي. زمايلنا في يلا كوره قالوا ان كولر يدرس ان هو يعمل ثلاثه في نص الملعب. انا هسيب برضه حضرتك بس اقول لك مضمون الخبر ايه. ايوه، كولر بيفضل ان هو يلعب بثلاثه ديفندر في وسط الملعب. مظبوط، في بعض الاصوات داخل الجهاز الفني بتقول لا هنلعب باثنين، وواحد يكون عنده خط يعني ميل هجومي زياده مظبوط. شويه بحيث يبقى الضغط على سان داونز من قدام شويه مبكر. ايوه، خش بعد كده على الصحافه بتاعت سان داونز. كويس، شوف يا كابتن الكلام اللي بيتكلموا بيه على النادي الاهلي. ذا سيتيزن بيقول لك الاهلي سان داونز يتطلع الى قتل المباراه على ارضه عندهم قبل مواجهه الاهلي. بالظبط، ليه؟ خايفين من النادي الاهلي او عارفين قيمه النادي الاهلي لو يلعب في القاهره وسط جمهور. صحيح، صحيفه ساندي برضو بتتكلم على فكره التصريحات موكينا، بيقول ان الفوز بالدوري الافريقي صعب كالفوز بدوري ابطال افريقيا. هو للاسف ما حققش الاثنين، يعني هو اصلا ما هو سان داونز عنده بطوله واحده، بطولة فقط واحدة. وخدها على الزمالك 2016. مظبوط، بعد كده ما وصلش النهائيات خالص، ما كانش ليه نصيب انه يوصل النهائي. صحيح، في برضه صحيفه تايمز بتقول اللي هو افرزت الديفندر بتاع سان داونز، شوف الكابتن بيتكلم ازاي، قال لك نعرف قيمه النادي الاهلي جيدا. موسى ليسيبو قال لك الاهلي مواجهته مش هتبقى سهله، بس احنا عندنا ثقه في نفسنا وان شاء الله نعمل نتيجه كويسه، وقال ان الفريق كل حاجه فيه كويسه ويجب التركيز بشكل كامل قدام فرقه النادي الاهلي، لان النادي الاهلي ممكن يباغتنا ويجيب جول مبكر يبقى كل الحسابات عندنا. صحيح، برضو افريكا توب بتقول النقطه اللي حضرتك اتكلمت فيها، فكره ان هم بيلجا الى المشجعين المتحمسين. المشجعين المتحمسين بتوع اللي حضرتك اتكلمت فيها، ان هو فتح النهارده ابواب الاستاد مجانا للجمهور. تاكيدا للكلام ده، امبارح سان داونز قال ان في مواجهه قويه بكره بين الشمال والجنوب في واحده من اكبر منافسات القاره الافريقيه. ايوه، اخر حاجه حساب الدوري الافريقي قال ان سان داونز والاهلي ونشر صوره التدريبات والجديه والاستعداد بتاعتهم ان هم يستعدان للمواجهه. الملخص مباراه بين فرقتين كبار. بالظبط، ولكن ما ننساش ابدا ان النادي الاهلي
هو الزعيم، هو الكبير، هو سيد اسياد افريقيا. عايزين ننسى دي خالص خالص. وهو نفسه الكابتن زي ما قلت لحضرتك، صن داونز مديك وضعك وعارف يعني ايه قيمه النادي الاهلي. صحيح. بدليل ان الراجل كان بيتفرج على ماتش الاهلي وسيمبا. صحيح. قال لك كان الاهلي وسيمبا كان الماتش الاهلي الافضل في الماتشين. صحيح. بعيد عن فكره ان هو يهدر الفرص او الكلام ده كله. صحيح. وقال ان المباراه دايما مع النادي الاهلي بتبقى مثيره. مظبوط. وخلال المؤتمر الصحفي الكابتن اتكلم عن النادي الاهلي بشكل كويس جدا، وركز تحديدا على اللاعب بيرسي تاو. ايوه مظبوط. اللي هم هناك في قصه بيرسي تاو يعرفوا جيدا، وقال لك انا اتمنى ان انا اشوف اللاعب دوت عندنا تاني في الملعب. مظبوط صحيح. فهو كابتن القصه كلها زي ما حضرتك قلت، هو ماتش بين زعيم افريقيا ونقول افضل فريق افريقيا فنيا. أيوه. يعني برضه مش عاوزين نغفل حق برضه صن داونز. لا طبعا لا طبعا. وزي ما حضرتك قلت كولر موضح للعيبه والتصريحات الكابتن محمد الشناوي امبارح في المؤتمر الصحفي. صحيح. قال ان احنا ما نعترفش بالتاريخ واحنا عندنا ماتش بكره، فبالنسبه لنا الماتش اللي حصل السنين اللي فاتت دي مش معترفين، يعني بقى بالنسبه لنا صفحه واتقفلت. بالظبط. صفحه واتقفلت يا كابتن. بالظبط. وده يديك حق للعيبه رايحه عارفه هي عايزه ايه من الماتش. صحيح. ودي صحيح. حاجه كويسه، وان شاء الله يترجم النهارده ان شاء الله الماتش ويبقى نتيجه ايجابيه ان شاء الله بمشيئه الرحمن. شكرا جزيلا يا محمد. سعيد كابتن بوجودي معاك وسعيد بوجودك والله معايا. الله يخلي حضرتك. وان شاء الله اجواء ايجابيه، وان شاء الله باذن الله نبارك لبعض بعد المباراه ان شاء الله يا كابتن.